طبق السلطه بتاعنا سريعا كده نقطعه مع بعض، فرصه حلوه واحنا بنقطع الخضار نتعلم ازاي. نشوف طبق السلطه الحلو بتاعنا، معانا جرجير، معانا خس، معانا طماطم، معانا خيار، معانا شرايح التوست متحمره جاهزه. هناخد الخضار الحلو ده كده، الجرجير والخس والخضروات الورقيه، تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. يعني عندك خس وجرجير لازم يتغسل زي ما هو سليم كده وبعدين تقطعيه. حذاري انك تقطعي الخضار بالشكل ده كده وتغسليه، من الاخطاء الشائعه اللي ممكن نفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه للخضروات بتاعتنا اذا كان خس او جرجير او سبانخ. لازم تغسليها الاول وبعدين تقطعيها. اهو ده جرجير الله وخس مع بعض، خلص الطبق السلطه. أول ما أشوف الخضار متقطع بالشكل ده في قلب طبق السلطة أعرف إن فيه اهتمام. نيجي للخيار، قطعها نصين كده، ركزي معايا. كل القصة اللي أنا هاخدها زي ما هي كده، في تفرق التقطيعة دي كده، شفت التقطيعة أهي أهي، شفت تفرق. الشكل الحلو ده كده، بس خلاص نفس الطريقة، حلو أوي تمام. عندنا كرومباية حمراء، اللهم صل على النبي. تعالى في مشاكل عندنا بقى إيه؟ الكرنب الاحمر ده موجود دايما عند اخواننا بتوع الخضار، وكمان الكرنب الابيض ده موجود كمان معانا، حلو قوي. الحاجات اللطيفه دي دايما تكون موجوده عندك في المطبخ في البيت، فيها الياف، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. الكرنب يا اخواننا مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصه الكبد، بينشط الكبد، بينقي الكبد، بيعقمه، حاجات يعني في الكرنب والحاجات اللطيفه دي فوائد كتير قوي، وسعرها في متناول الجميع. ما نجيبها نعملها سلطه، نعمله محشي، ندخله في طبق سلطه زي اللي انا هعمله دلوقتي، مفيش اي مشكله. يتخلل الكرنب ده، مضادات اكسده فيه، الياف فيه. انا هستخدم الكرنب الاحمر كده بس، خلي بالك علشان تستفيدي بالكرنبايه دي اكبر وقت ممكن وتقعد عندك يوم واثنين وثلاثه وشكلها حلو بيبقى في طبق السلطه او بتعملي مشويات. هناخد كده ورقتين ونخلي الباقي جنبنا، بالشكل ده كده. مش عايزه تطلع معاكي، هتجيبي شويه ميه دافيين وتحطها فيها وتطلعيها، هتلاقي الورق ده طلع لوحده. تاني المعلومه دي، باجي اطلع الورق من الكرنبايه بلاقيه بيتكسر معايا، اذا مش زي دي كده تبقى هشه. تجيبي ميه دافيه وميه مغليه حطيها كده بتاع 3 دقايق، هتشيليها هتلاقي الورق فك من بعضه كله، خلي بالك. هناخد الورق ده كده بالشكل ده كده، الله، وناخده تحت السكينه كده، ويتقطع كده، الله. طبق السلطه ده لما تشوفيه على السفره في تفاصيل كتيرة، في ألوان كتيرة تلفت النظر، تجذب النظر. صوت السكينة وهي نازلة على الكرنب تجوع. حاضر يا غالي، عايز تشوف طاجن الخضار في الفرن؟ هنطلعه دلوقتي حالا، بعد دقائق معدودة. هناخد الكرنب ده كده ينزل على وش الطبق، الله. هي دي التفاصيل الصغيرة. معانا فلفل أصفر، حلو قوي. عايزة تبشري جزر عليها؟ ابشري جزر عليها. حلوة. خلصنا طبق السلطة يا عم الشيف، ممكن نغذيه وممكن ندعمه بشوية شوفان حسب الرغبة. هنعمل التتبيلة بتاعت السلطة دي بقى، نتبلها ازاي يا عم الشيف؟ حالا واحنا مع بعض كده سريعا، ودي مهمة جدا، ودي اللي بتفصل مطبخ من مطبخ ومن طعم لطعم. يا نعم عينيا، تعالوا مع بعض نعمل صلصة السلطة أو الدريسنج بتاعها. نعمله ازاي؟ ده مهم جدا. شوية زيت زيتون، زيت الزيتون على البارد مفيش اي مشكله منه، تقريبا 3 4 معالق، حلو قوي. بحط لها شويه كمون السلطه دي، ليه يا عم الشيف كمون؟ عشان فيها كرنب، مشاكل الكرنب مع الغازات عايزين نخلص منها. بننزل بفص توم ني، بصلايه ناعمه، الله، سنه شبت صغيره اهي في قلب الصلصه، حلو قوي. نقفل الفرن، عصره ليمون يا عم الشيف، الله، حلو قوي. معلقة خل صغيرة يا عم الشيف عشان حاطط فيها بصل، حلو قوي تمام. نقلب دول كده مع بعض. خلي بالك مهم جدا بقى تتبيلة السلطة قبل التقديم مباشرة، يعني ولادك تجمعوا على السفرة بالخير، لأن الخضروات الورقية هنا لما بنحط عليها خل وليمون ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ بتدبل، وانا مش عايزها تدبل، خلي بالك. هنشيل الخضار بتاعنا ده كده، هوريك الرز دلوقتي استوى ولا ما استواش، انت مراهن عليه صح؟
ناخد السلطه بتاعتنا نقلبها بالشكل ده كده بالالوان الحلوه دي كده اللي تفتح النفس دي كده اهي. شايفه الكرنب الاحمر مع الخس والجرجير اهو، ناخدها نحطها هنا كده. اللهم صل على النبي. طبق السلطه في كل التفاصيل اهو، عينيه حاضر زي الفل. هنعمل حاجه لطيفه دلوقتي مع بعض. طبق السلطه ده قلت لحضراتكم بسيبه للاخر علشان ده لوحه فنيه زي ما هو كده يا عم الشيف. واشيل ده من هنا. عندي طماطم، طبق السلطه من غير الطماطم لابد. هناخدها كده نقطعها بشكل حلو دلوقتي، نبص عليها بسرعه ونبدا بقى ايه نطلع الانتاج بتاعنا اهو. الطماطم دي كده خلي بالك انت لما بتعملي طبقه سلطه خضراء مش كل الخضروات ممكن الاولاد ياكلوا منها. الطماطم دي تتحط جانبا كده عشان في البعض بيحب ياكلها من غير تتبيله، انا شخصيا بحبها كده معايا توست بالشكل ده كده. الموضوع ما كلفنيش حاجه، كلفني شويه اهتمام بس. شفت الموضوع فرق ازاي؟ تخيل الطبق ده على السفره والله لو عامله ديك رومي هو ده اللي هيجذب الانظار وده اللي هيكون حديث القعده. حلوه ودول كفايه. ناخد الصلصه اللي احنا عملناها دي كده تنزل على وش السلطه اهي، وتسيبها براحتها بقى. الله اللهم صل على النبي اهو زي الفل. عينيه حاضر، نطلع بالطاجن بتاعنا. عينيه غالي اهو.